صباح الخير من جديد، وصباح الخير لكل الناس المنضمة وإيانا في هذه الأوقات. حديثنا الحالي جدا رائع ممتع ويلامس أحلامنا الفلسطينية بوجود ممكن واقع في المستقبل القريب أو قد يكون المستقبل البعيد لا ندري، لكن يبقى الحلم حلم ويبقى يعني الأمال والسعي تجاه تحقيق هذا الحلم موجود في داخلنا ككلنا الفلسطيني بالتأكيد. اليوم عم نتحدث عن فكرة مشروع تخرج أكثر من رائعة لطلبة هندسة مدنية في جامعة النجاح الوطنية. المشروع هو عبارة عن محاكاة أو مشروع يعني إقامة مطار باسم مطار القدس. يعني ما بدي أحكي كثير عن الفكرة ويعني عن تفاصيلها وعن جمالها وعن روعتها، لأنه بتأكيد نترككم مع فيديو قصير يوضح هذه الفكرة ويوضح هذا المشروع، لنعود وإياكم ونتحدث مع القائمين على هذا المشروع وتفاصيل وإجابات على استفساراتنا عن هذا الحلم الفلسطيني الذي يحقق اليوم في هذا الفيديو القصير، لنتابعه معا ونعود بالتأكيد لضيوفنا في استوديو. صباح الخير. أهلا بكم في مطار القدس الدولي. أنت الآن تسافر عبر الخطوط الجوية الفلسطينية. يعني رائع وجميل جدا، يعني هذه المشاهد وهذه الرؤية المستقبلية لواقع نتمنى أن يكون أو لحلم نتمنى أن يكون واقعا في يوم من الأيام. ويعني أنا على صعيد الشخصي عدته مرارا وتكرارا وأنا عم بحضر فيه. يعني بتأكيد اليوم بدنا نحكي مع القائمين على هذا المشروع ومهندسات هذا المشروع، المهندسة المدنية هديل ياسين وأيضا المهندسة المدنية رزان شولي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. اهلا فيك. يعني ابدا معك مهندسه رزان، بدايه مبارك تخرجكم من الجامعه بهذا الانجاز وبهذا الابداع في هذا المشروع. الله يبارك. وكمان بدي احب قبل ما نحكي عن المشروع بحد ذاته نتعرف عليكم اكثر، واذا ممكن تعرفينا ببقيه الفريق، لانه اكيد احنا كنا بنتمنى انه يكونوا كلهم موجودين معنا لكن للاسف ما كان بينفع، وبالتالي اذا ممكن انت تعرفينا عن بقيه اعضاء الفريق ايضا. اهلا وسهلا فيك حبيبتي، الله يساعدك. شكرا لكم على الاستضافة. أنا المهندسة رزان شولي وزميلتي هديل ياسين، خريجات هندسة مدنية من جامعة النجاح الوطنية. زملائنا سالي حمدان وباسل هيموني كانوا معنا بمشروع التخرج زي ما حكيتي إعادة تصميم مطار القدس. تخرجنا من جامعة النجاح الوطنية طبعا تحت إشراف البروفيسور سمير أبو عيشة، وهذا يعني والفيديو اللي عرضناه هو كان بس جزء توضيحي للمشروع اللي احنا عملناه على مدار سنتنا الدراسية الأخيرة بالجامعة. وهذا كان نتاج يعني مشواركم الجامعي في الهندسة المدنية. انتقل لإلك باش مهندسة هديل، اليوم عم نحكي عن فكرة فريدة من نوعها وفكرة جريئة أيضا بتفاصيلها،
وكمان يمكن صعبة كانت بالنسبة لكم. قبل ما نحكي بهذه التفاصيل، من وين اجتكم الفكرة؟ كيف يعني حبيتوا انكم فعليا تشتغلوا على هذه الفكرة عدا عن افكار تانية ممكن تكون؟ هو الهدف الاساسي اللي احنا بلشنا فيه من هاي الفكرة انه ندور على مشروع يكون فكرته مميزة ويكون وطنية وبصمة تضل بعدين، يعني مش مجرد مشروع لمساق ويخلص. فتوجهنا للدكتور البروفيسور سمير أبو عيشة، وهو كان طبعا خير موجه لإلنا، ساعدنا كتير في اختيار المشروع. بعد هيك بعد مناقشات صارت بيننا، فاخترنا أن يكون مشروعنا هو إعادة تصميم لمطار القدس أو اللي هو مطار قلنديا. نعم، وبالتالي يعني مهندسي رزان، كيف تم العمل؟ يعني من البداية نحن نحكي عن فكرة مش سهلة، فكرة جديدة، وبالتالي أكيد بدها جهد، بدها تعب، وبدها كثير من التفاصيل لحتى تطلعوا بهذا النتاج. فكيف بلشتوا من البداية بالعمل على فكرة المشروع؟ شغلنا كان على مدار سنة كاملة تقريبا، كان شغلنا جزئين. الجزء الأول اللي هو كان بمشروع تخرج واحد، كان عبارة عن جمع بيانات، تحليلها، وكمان تقدير أعداد المسافرين اللي ممكن أنهم يستخدموا المطار. طبعا توجهنا بهذا الحكي لكثير من المؤسسات والوزارات الفلسطينية، توجهنا لوزارة النقل والمواصلات، لسلطة الطيران الفلسطيني، لمركز الإحصاء، الجهاز الإحصاء المركزي، وكمان حكينا مع هيئة المعابر والحدود، وزارة السياحة والآثار، تواصلنا مع جهات أردنية عشان نعرف عدد المسافرين الفلسطينيين من مطار الملكة علياء الدولي. يعني هذا كله كان على مدار المرحلة الأولى من المشروع. في مرحلتنا الثانية كانت عبارة عن تصميم أو إعادة تصميم اللي هو مطار القدس أو قلنديا زي ما هو معروف حاليا أو زي ما معروف بين الناس. اعتمدنا على الكودات الأمريكية، كودات الطيران العالمية الأمريكية والآيكيوا FAA والآيكيوا، وبلشنا نشتغل على جزء جزء من المطار، سواء كان المدرج، التاكسي واي، التاكسي والتفاصيل الثانية. نعم، تفضلي هدير. انه كمهندس مدني يمكن مش صعب انك تصمم مطار يعني ضمن الكودات الموجودة، بس كانت الصعوبة عندنا اللي هي انه نصمم مطار ضمن الظروف الموجودة، لانه احنا بنحكي عن مساحة صغيرة محاطة بمباني وبعيد، يعني قريبة من السكان. المفروض المطار يكون في منطقة بعيدة ونائية تقريبا، فكانت هاي من أكثر المعيقات اللي واجهتنا. بس قدرنا إحنا كمجموعة الحمد لله مع الدكتور سمير إنه نتخطى جزء كبير من هاي التحديات. نعم. طب أنا كنت بتسأل أيضا، يعني حكت رزان في جزئية كتير مهمة وهي المرحلة الأولى كانت جمع بيانات ومعلومات وتحليلها، لأنه منعرف هو الأساس اللي بدكم تمشوا عليه أو تنطلقوا بالمشروع. وبالتالي هل واجهتكم مشكلة أو صعوبة في جمعكم للمعلومات أو الداتا، خاصة أنه إحنا ما عنا تقريبا فعليا يعني. بالضبط، لأنه ما عنا، فكان كل إشي تبلش من الصفر وتجمع جديد. معلومات يعني صعب أصلا أنه أخذناها. فكان تقريبا معظم البيانات اللي عندنا تنبؤ، الاستعانة بمطار، يعني مطار في الأردن، لحتى نقدر انه الملك حسين صحيح لحتى نقدر انه نتنبا او نتوقع كم ممكن يكون الارقام الموجوده عندنا على يعني على اساس تقريبي. تفضلي. احنا نفس الظروف اللي بالاردن، نفس الحاله المعيشيه، نفس يعني حتى السكان يعني كثير نفس بعض، يعني تشابه احنا والاردن بالضبط. استعنا يعني بهذا المطار الملك حسين بالعقبه هو المطار، ونفس الشيء لما تواصلنا مع الجهات الاردنيه عشان نعرف عدد المسافرين الفلسطينيين من خلالهم. نعم، وبالتالي يعني جهود ويعني عمل مبذول لحتى يعني الحمد لله تحقق هذا الانجاز في مشروعكم التخرج. كنت بتسال ايضا من ناحيه خلينا نقول هندسيه اكثر، كيف كنتوا انتم كاعضاء بالفريق أو بفريق العمل؟ عملكم ممكن بتوزعوا مهام، عملكم تنسجموا مع بعض أكثر، في اختلاف ممكن رح يكون بينكم خلال العمل، لكن حاولتوا أنكم تسيطروا على وضعكم لحتى يعني تخرجوا بهذا النتاج الجميل. خليني أحكي لك شغلة. أول إشي الحمد لله على نعمة الفريق المتفاهم والرائع. يعني شو ما كانت كتير تواجهنا مشاكل، مش راح أحكي إنه كان الشغل كتير سهل، بالعكس كتير كانت تواجهنا مشاكل أو نشتغل شغل بعدين نستكشف إنه عملنا خطوة غلط أو عملنا كان لازم نعمل إشي أصح مثلا. فكنا كتير نجتمع مع بعض سواء بالجامعة أو عن طريق الزوم، كمان إذا كان في حدا عنده وقت فراغ، التاني عنده امتحان مثلا أو عنده محاضرة أو كذا، نسد عن بعض يعني. وكمان شغلة، كان في عنا لقاءات مع البروفيسور سمير اللي كتير ساعدنا كتير بالمشروع، كانت لقاءات أسبوعية إمتى ما نحكي له يساعدنا. كان في عنده كمان مادة أصلا يعني هو عاملها للمطارات، هذه
يعني درسنا اياها احنا متخصصه في المشروع يعني بالمشروع بصدق شغله تفضلي. هذه كانت دراسه ذاتيه تقريبا لانه ما في مساق اجباري بيحكي عن تصميم مطارات. فالدكتور سمير ابو عيش كان مساق اختياري احنا ما نزلناه خلال الجامعه يعني درسناه دراسه يعني ذاتيه نقدر نحكي حلو. فاللي ساعدنا تعاوننا احنا كفريق يعني كنا دائما مع بعض ونشتغل كل شيء مع بعض ونوزع المهام بنسد عن بعض زي ما حكيت. جميل جدا. بصراحه كان هديل في تخوف بالبدايه من المشروع بالنسبه لكم؟ اكيد لما خصوصا نسمع ردود فعل يعني شوي سلبيه مثل انه يعني ما عندنا السياده الكامله حتى نقدر نعمل مطار. بس اللي بنحكي انه على الاقل هو يعني حق يعني او بكفي انه نحلم يعني انه نعمل هيك مطار. حابه تضيفي شيء رزان في هذا السؤال؟ في ناس كثير زي ما حكيت هديل اللي هم اللي بيحكوا لنا مثلا انتوا وين عايشين، انتوا عايشين في حلم، انتوا مش معنا هون في البلد. كيف ظروف البلد كانت كثير سيئه كمان واحنا عم نشتغل طلع كثير اخبار عن منطقه المطار انه بده يصير فيها كثير اشياء بس مش من يعني مش من قبل يعني هي اصلا منطقه تحت سياده الكيان فكان طلع فيها كثير مخططات ويعني زي ما نحكي أفكار ممكن أنها تنعمل هناك تحت سيادتهم طبعا. فإحنا بس حبينا نعبر بمشروعنا أنه بالعكس هذه الأرض جزء من أرضنا إحنا فليش ما نحلم فيها إشي يكون تحت سيادتنا. جميل جميل وإن شاء الله يعني هذا الحلم في يوم من الأيام بيكون حقيقة على الرغم من بالتأكيد يعني في كثير من الناس بتفكر بنفس الطريقة اللي تفضلت فيها هذه لأنه يعني هذا حلم بعيد أو ممكن من الصعب تحقيقه. طب فيما يتعلق ب يعني بالجامعة جامعة النجاح الوطنية كيف كانت داعمة لكم في هذا الخصوص هديل؟ بالنسبة للمناقشة كان دعم كبير، كانت مناقشة على مستوى عالي بنقدر نحكي يعني وفروا لنا قاعة ودكتور سمير أبو عيشة ودكاترة الكلية كلها تقريبا في عدد كبير حضر. كمان شرفنا وزير المواصلات دكتور عاصم سالم ورئيس هيئة الطيران سلطة الطيران المهندس محمود الجيوسي دعمونا كثير والمناقشة والفكرة وكل إشي صار فيها لاقى على اعجاب يعني لاقى نال اعجابهم. نعم رزان يعني في ظل هالحضور الرسمي اللي كان موجود بالمناقشه كيف كانت اعصابكم؟ في توتر، في اعصاب مشحونه؟ على الرغم من هيك كيف كنتم مستعدين ايضا يعني لا ممكن تكون استفسارات او قد تكون ملاحظات من ناس مختصين او ناس هم في هذا المجال او في هذا السياق؟ احكي لك الصراحه اذا بدي لك انه ما خفناش بكون بكذب يعني كنا يعني حضرنا للمناقشه من قبل وتوقعنا يعني توقعنا كم سؤال ممكن انهم ينحكوا وكذا بس انصدمنا من الواقع كيف صار انه صار الاشي كثير سلس، كان الاشي كثير حلو وكانت ردود الافعال كثير ايجابيه يعني شجعونا ولا تعليق سلبي يعني كانت كلها تعليقات ايجابيه، كانت كلها دعم فبالعكس كانت المناقشة كتير حلوة يعني. هذا يدل يعني يدل على قديش في جهد متعوب على العمل وقديش كان عندكم ثقة بأنفسكم بالجهد اللي أنتم باذلينه. هديل سؤال آخر، إيش الرسالة اللي حبيتوا توصلوها صراحة من المشروع؟ يعني إحنا بالعادة نعرف كل المشاريع في مجالاتنا الدراسية بنعملها عشان إنه إحنا لازم نعمل مشروع ولازم نحصل على علامة معينة، لكن تفردكم بفكرة هذا المشروع واللي صعبة ومش سهلة وفريدة من نوعها يعني إلا ما كان في رسالة أنتوا حبيتوا توصلوها من خلاله. أكيد إحنا زينا زي أي فلسطيني بنحلم إنه يكون هذا المشروع واقع بس كدراستنا كهندسة لازم نستغل اللي درسنا لحتى نقدر نعمر جزء من البلد يعني ومشروع كثير مهم خصوصا انه ما عندنا مش موجود فاحنا لازم نخلق هيك مشاريع. رزان في رسالة اخرى؟ احنا كلنا حابين يكون عندنا مطار بس عشان يربطنا مع العالم الخارجي، احنا تقريبا معزولين عن العالم. يعني زي ما حكت هديل هذا حلم، حلم تقريبا كل فلسطيني انه يكون في عنده مطار تحت سياده فلسطينيه يربطه مع العالم الخارجي. وان شاء الله هذا يعني ان شاء الله يجي اليوم يصير هذا المشروع واقع ويتنفذ ونشرف عليه. ان شاء الله بالتاكيد رح يكون عندكم رؤيه مستقبليه في حال مثلا خلينا نحلم كمان يعني هلا بالوقت الحالي في حال بيوم من الايام اكيد ممكن كان في فكره معينه كان في ممكن محاكاه لهذا المشروع، هل في عندكم رؤيه تطويريه صحيح. ممكن او رؤيه مستقبليه بالمشروع نفسه؟ وضعنا بعض التوصيات من اهمها انه ممكن تصميم معماري لانه احنا اللي صممناه فقط انشائي فبحاجه اعاده تصميم معماري
بالإضافة ممكن حساب التكلفة والتفاصيل الاقتصادية، وكمان يكون عندنا شارع يربط المطار مع المناطق والمدن المحيطة عشان يسهل تصميم المطار. نعم رزان، يعني في سؤال كمان كان بيطلب منكم انكم تزوروا المكان، يعني رحتوا على منطقة قلنديا او لحتى يعني كمان تشوفوا الاشي اكثر؟ حكينا في موضوع انه نروح على المطار، كان صعب باول ايام الشغل، يعني ايام مشروع واحد بس تقريبا الموضوع كان مستحيل، يعني كان صعب جدا. نعم في ختام مناقشتكم، وايضا اليوم انتم خريجات هندسه مدنيه ومهندسات، فعليا رسالتكم للطلاب اللي رح يكونوا ان شاء الله في مرحله من المراحل اللي وصلتوا لها، ايش بتنصحوهم يعني مهندسه رزان انه في اختيار الفكره في العمل عليها؟ لانه ممكن بعض الطلاب يستهينوا في موضوع الفكره، او ممكن يعملوا اي فكره عاديه لكن بشويه اضافات، لكن من خلال تجربتكم والصدى اللي لاقته ايش بتوجهي لهم رساله؟ بحكي لكل حدا يعني بده يبلش في مشروع التخرج، ما تعمل مشروع التخرج بس عشان لازم ينعمل وعشان تتخرج من الجامعه، دور على شغله اصلا انت تطلع منها بشيء جديد وشيء تعرف تستفيد منه بعدين، ودور على فكره ممكن انها تضل بعديك بالجامعه، بصمه لك هاي بتضل بعدين. جميل. وموفقين جميعا يعني طبعا. ان شاء الله بالتاكيد. مهندسه هديل، حابه توجهي رساله شكر لناس كانوا داعمين واياكم في هذا المشروع، مؤسسات، جهات، ايا كان؟ بداية مشرفنا الرائع دكتور البروفيسور سمير أبو عيشة ودكاترة القسم كلهم، دكتور عبد الحليم، دكتور خالد، نوجه لهم تحية، وأكيد زملائنا في المشروع باسل وسالي وكل الزملاء اللي ساعدونا خلال هاي المرحلة، وأكيد نوجه تحية للأهل والأصدقاء. نعم رزان، رسالة شكرك لمين بتوجهيها؟ زيادة على اللي حكته هديل، طبعا بدنا نشكر كل المؤسسات والوزارات اللي ساعدونا بفترة مشروعنا، وزير النقل والمواصلات الدكتور عاصم سالم، رئيس سلطة الطيران المهندس محمود جيوسي، المهندس آلاء عليان من وزارة النقل والمواصلات، جهاز إحصاء المركزي، هيئة المعابر والحدود، وزارة السياحة والآثار كمان ساعدونا كثير، كلهم نوجه لهم تحية، لهم صراحة العمل ما تم برضو. وزي ما حكت برضو بنحب نشكر الأهل والأصحاب، وبالآخر هذا الشغل كله كان مقدم يعني، والإنجاز كله لفلسطين. كل الاحترام لكم وكل التوفيق، احنا اليوم سعيدين جدا فيكم وفخورين أيضا بهذا الإنجاز وبهذا النفس الفلسطيني وبهذه الإرادة وبهذا الحلم يعني الفلسطيني اللي موجود وإياكم، وعند أشكر أهلكم كمان لليوم كمان موجودين معنا في تلفزيون الفجر، كل التحية لإلهم مرة أخرى. بتأكيد الشكر للمهندسة المدنية رزان شولي وأيضا المهندسة المدنية هديل ياسين وأيضا بقية أعضاء فريقكم، كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. يعني كنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذه الإبداعات الفلسطينية الشابة اللي اليوم هي على الرغم من كل الظروف إلا أنها دائما بتحاول أنها تتفرد بأفكارها، تتميز بإبداعاتها، كل في مجاله، في تخصصه، في حتى ممكن بالطريقة اللي بيحب أنه يبدع فيها، لكن دائما بنقول رسالة وبأكد عليها دائما في كل اللقاءات وفي ختامها، أنه قديش بحاجة لحاضنة لها الشباب وإبداعاتهم. يعني اليوم عم نحكي عن خريجات هندسة، قديش بحاجة إلى أماكن تحتضن هذه الإبداعات، هذه الفكرة، هذه الرؤية أيضا الموجودة وإياهم، حتى يكونوا أيضا فاعلات في المجتمع الفلسطيني ويلاقوا مكانهم وفرصتهم أيضا في سوق العمل. إحنا مكملين وإياكم ومتواصلين، وماذا عن الخريف وبدايته وعن حالة الطقس والتنبؤات بعد هذا الفاصل.